طيب برحب فيكم مشاهدينا وبرحب بكل الاشخاص يلي ناطرين هالحلقه الجديده والسحب الجديد من لعبه اليوميه. مثل ما صرتوا بتعرفوا هاللعبه بتقدر تربحكم مبالغ ماليه بتتراوح قيمتها من ال 35,000 ليره وصولا لل 120 مليون ليره، شرط انكم تكونوا متكسين معنا وانتم بتختاروا القيمه يلي بدكم اياها من ال 500 ليره ل 3000 ليره. اكيد قبل ما نبلش بدنا نرحب بعضو لجنه الرقابه ومندوبه وزاره الماليه وموجوده معنا مريم ورتي. اهلا وسهلا فيك. بونسوار، اهلا فيكم. كيفك اليوم؟ الحمد لله. وتحت رقابتك يا مريم ننتقل انا وياكم لاول سحب يوميه ثلاثه. شو هن اول ثلاث طابات للسحب يوميه ثلاثه؟ خميس 9 آب 2018، الطابه الاولى 4، الطابه الثانيه 6، الطابة الثالثة 7، 4 6 7. هودا هن الأرقام يلي بيربحوكن لشبكة يومية ثلاثة. إذا كنتم تاكسين هودا الأرقام بالدور تضربوا القيمة يلي دفعتوها ب 400 مرة لتعرفوا قد ايه ربحتوا، أما إذا كنتم تاكسينن حيالله تضربوا القيمة يلي دفعتوها ب 70 مرة. عم نعلى طابة وإلى اليومية 4 وخلونا نشوف سوا شو هن الطابات. بانتظار الطابات ينخلطوا عن جديد والطابة الأولى بينت ورقمها 6، الطابة الثانية 0، الطابة الثالثة 1، الطابة الرابعة والأخيرة لسحب يومية 4 بتحمل الرقم 2. 6 0 1 2. هودي هن الأرقام يلي بيربحوكن لشبكة يومية 4. إذا كنتم تاكسين هودي الطابات مثل ما جايين قدامكن على الشاشة أو بالدور لتعرفوا قد ايه ربحتوا بتضربوا القيمة يلي دفعتوها ب 4000 مرة. أما إذا كنتم تاكسينن حيالله أو مش بالترتيب نفسه بتضربوا القيمة يلي دفعتوها ب 150 مرة. هلا رح ننتقل أنا وياكن لآخر سحب معنا يومية 5. خمس طابات رح يبينوا قدامكن على الشاشة لنشوف شو رح تختار المكنة. والطابة الأولى رقمها 9، الطابة الثانية 2، الطابة الثالثة 0، الطابة الرابعة 8، أما الطابة الخامسة والأخيرة تحمل الرقم 7. 9 2 0 8 7. هودي هن ارقام شبكة يومية 5 لليلة. إذا كنتوا هودي تاكسين هودي الأرقام بالدور لتعرفوا قد ايه ربحتوا مصاري بتضربوا القيمة يلي دفعتوها ب 40,000 مرة. أما إذا تكستون حيالله بتضربوا القيمة يلي دفعتوها ب 350 مرة. هلا رح نرجع لعندك مريم لنتأكد من نتائج سحبك. سحب يومية رقم 644 ليوم الخميس 9 آب 2018. الأرقام الرابحة هي سحب يومية 3 4 6 7، سحب يومية 4 6 0 1 2، سحب يومية 5 9 2 0 8 7. ألف مبروك لجميع الرابحين. شكرا لك مريم. ألف مبروك لجميع الأشخاص يلي ربحوا معنا. أما الأشخاص يلي ما زبطت معهم فيكن جربوا حظكن معنا بثلاث طرق. أول طريقة تكسوا بأقرب مركز لإلكن من لليبانيز دي جو. تاني طريقة تحملوا الأبليكيشن الجديدة LLDJ مجانا على تليفوناتكن وتكسوا الأرقام وين ما كنتوا. وتالت طريقة تكسوا عبر الويب سايت www.lldj.com. أنا بشوفكن بكرة بسحب جديد. باي باي. We'll be right back.
حاطة إيدي على قلبي. Your love lifts me up like helium.